جميع محبي هواية الصيد بالقصابة، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله من خلال هذا الفيديو غادي نهضروا على الطعوم الصناعية، هي فيها بزاف ديال الأنواع. غادي نهضروا اليوم على 3 ديال الأنواع اللي ضروري خص تكون عندكم في البواطة ديالكم فاش تكونوا في المصيد. تابعوا معنا الفيديو. على بركة الله غادي نبداو بالطعوم الصناعية اللي هنا معروفة بلوغ سوبل. هاد الطعم الصناعي اللين كيكون فيه الراس باللدون ديالو، كتكون معاه الصنارة والجلدة. كاين اللي كيبيعهم كيكونوا ديطايي، وكاين اللي كيتباعو كيكونوا مجموعين بحال هكا. كيكون المونتاج ديالهم ساهل، وانتوما حاولوا ديما تقلبوا على اللور سوبل اللي كتكون فيه كيتسمى تيكسون. اشنو هو هاد اللور سوبل تيكسون؟ هو انه كتقدر تفك الصنارة والراس ديالها يتفكوا. كاينين شي طعوم وحدين اخرين اللي كيكون فيهم الراس فيكس مع الصناره، هذاك حاولوا تيفيتيو. علاش؟ اولا حيت كتقدر دغيا توغل الصناره، كتبقى ديما خارجه بزاف وتقدر تشد في الحجره. وثاني حاجه بالنسبه لي، الا كنتي شاد الدرعي، كان معاك شي حوت درعي ولا اي حوت اللي كيشاصي، فاش ما كيكونش كيدور بحال هذا الشكل هذا على اليمين ولا على اليسار، كتكون هذيك الحديده اللي شاده ما بين الراس ديال اللور والصناره كتبقى فيكس. يعني حتى اللور ما كيلعبش، كيكون غير اللور ديالو اللي كيلعب. اما التيكسون اللي سميت لكم كيقولوا ليه التيكسون، كيكون بحال هكا كيمشي وكيجي، يعني الحوت يقدر يعيا واخا يبقى يدي ويجي بزاف كيقدر يعيا. بالنسبه لهاد اللور، الريس هو اللي كيتحكم في العومه ديالو. كيفاش كيتحكم في العومه ديالو؟ مع كنلونسيو لو لور كيتحط في الماء، كنسدو البيك اب ديال الموليني، كندور واحد جوج دورات بالزربه على ما لاتريس ديالنا تتقاد، معروفه كنقولوا تنقد الخيط ديالك. وان فوا الخيط ديالك كتولي اون كونتاكت مع اللور ديالك كتبدا تانيمي. هاد اللور هذا الا هبطتي يديك، الا هبطتي القصبه لتحت، راه غادي يقيس لك الحجر. راه شويه خطر على المصايد الصخري، داكشي علاش بزاف ديال الرياس يمكن كتكون عندهم الشده ديال لاكان ديالهم القصبه ديالهم كيهبطوا يدهم لتحت بزاف، واللور راه كيهبط. الا كان الفوندو فحال في شي مصايد وحدين اخرين في الشمال، كيكون قدر يكون الغرق، تقدر تخليها تهبط حتى لتحت وتعاود تجمع وعاوتاني تطلقها حتى لتحت بحال الشكل ديال الجيك. بالنسبه للرياس ديال سبينينغ اللي كنعرفو واللي كيصيدوا في السطوحه قراب، كما قلت لكم كتشحط كتسد البيك اب كتجمع وكتبدا تانيمي. القصبه ديالك ما خصهاش تكون واقفه عاوتاني بزاف، وما تكونش حاضره، تكون على هذا الشكل هذا بحال هكا. ومره مره كدير دي كود كان. ملي كنقول دي كود كان هي ملي كتبقى دير ديك، ها يعني الطعم الصناعي كيكون جاي في النيفو ديالو، شويه كتهزو شويه كيعاود يهبط، مع كتحس بيه غيعاود يقيس الارض كتعاود تخطفو بحال هكا الفوق وكتبقى تلعب به. يعني الطعم الصناعي اللين، الريس اللي شاد القصبه هو اللي كيتحكم في العومه ديالو، هو اللي كيقدر يهبطو وقت ما بغا، يطلعو وقت ما بغا. خليتي القصبه فيكس بحال هكا وكتكون جايب بالريتم واحد، راه كيبقى غادي في نفس الخط. هزيتي الفوق راه كيطلع، هبطتي يديك راه كيهبط. دونك هذا هو بالنسبه للطعم الصناعي اللين. وكما قلت لكم لعبوا ما بين الجرام بجمي 15 20 حتى 30 غرام ماكسيموم. بالنسبه للطعم الصناعي الصلب اللي بالبافيت بحال هذا الشكل، البافيت هي اللسان اللي كيكون خارج، ما كيكونش طول بزاف اكثر من هكا، حيت هادوك كما قلت لكم في واحد الفيديو قبل، اللي طوال بزاف كيستعملوهم صحاب لاترين اللي كيدخل بالفلوكه كيطلق الرابالو كيجرب الخيط، هذيك ماشي ديال صحاب القصبه. دونك بالنسبه لهاد الطعم الصناعي الصلب هذا، حاولوا تا هو تقلبوا على الجراماج يكون شويه طالع. علاش؟ حيت اغلبيه كيكونوا خفاف من 18 15 20 غرام، قليل فيه كنلقاو شي ماركات اللي كيديروا 28 حتى 30 غرام، باش ما كانت تقل، باش ما تخرج، باش ما تشحيطه كتخرج اللور ديالنا كيمشي مسافه ابعد وكتكون حظوظ اكثر. بالنسبه لهذا اللور هذا، هذا البافيت اللي فيه هذا اللسان هو اللي كيتحكم في العومه ديالو. يعني اون فوا كيهبط كنجمع الخيط ديالي كيهبط، هذا اللسان هو اللي كيخليه يهبط. ما كنظن انه ما كيهبطش على متر تحت الماء، راه كتكون مكتوبه في البواطه شحال من متر كيقدر يهبط، كيكون ما بين نص متر وحتى متر. الا خليتي القصبه ديالك واقفه بحال هذا الشكل هذا وبديتي كتموليني، راه كيجي بحال هذا النيفو ديال الماء. هو حتى هو كنقدروا نديروا ليه دي كود كان، يعني كان كيدير دي كان وكيعاود يهبط، ولكن ما كيهبطش بزاف، كيهبط على ديك المسافه اللي عاطيه اللسان ديالو هاد البافيت ديالو. ويلا وقفتي يديك راه بحال كتجي شي حوته ميته وكتعاود تخطفها. هاد لي لوغ دو حتى هما خصهم لانيماسيون مزيان، مع ان كتشحط كتجي بحال هكا كتبقى دير لي زانيماسيون. و فوالا هاد هو بالنسبه لك. اسمحوا لي، كاينين ثلاثه ديال الفيشغات كيكونوا في بعض الطعوم الصناعيه الصلبه، انا لا لاحظت محيد هنا واحد. علاش؟ حيت المصيد اللي كنصيد فيه فيه السطح قريب، ومني كنقرب نجيب اللوه ديالي برا كتقدر هاد الفيشغه الاولى تشد في الحجر. انا حيدتها وكنخلي غير هاد جوج اللورانيين.
المهم كل رئيس وشنو كي شنو كيفضل يدير، كاين اللي كيبغي ثلاثة باش كيقول لك معاك كيشد الحوت كتحكمو. هذا اللي كاين بالنسبة للطعام الصناعي الصلب بالبافيت. وكاين واحد الشكل واحد اخر تقدروا تلقاو كيتباع في هذا البافيت، فعلا هذا الشكل هذا ماشي بحال هكا. كل شركة وشنو كدير، كاين وهذا كنظن شحال من واحد كيتغلطوا ليه كيتسحب ليه ديلور دو سيرفاس لي بوبر. لا بالعكس، هذا راه بافيت على هذا الشكل هذا، انتما كيما كتشوفوا هذا حتى هو كيهبط شويه تحت الماء، وفحال الشكل الاخر ديال داك اللي وريتكم في الاول كتجيبوه تحت الماء كيشد العبار ديالو وكي انيمي كي كيشد، هو اللي كيعوم الراس زعما تحت الماء راسو. وبيان سور بلي كود كان راه كتمر مره كتوقفوا كتعاود تهبطوا كتوقفوا كتعاود تهبطوا. دابا غادي ندوزو لي لوغ سوبل من هاد النوع هذا. هاد لو لوغ سوبل عنده واحد الميزه، هو انه فاش كيكون البحر طايح مزيان نستعملوه، كي قلتها بزاف ديال الفيديوهات كي وقلبوا على الجراماج ديالو حتى هو ديما يكون طالع شويه باش كيعاون في باش يخرج في مسافه ابعد. هذا ملي كيتحط في الماء دائما كنجمعوا الخيط ديالنا، سوف كو هاد الطعم هاد اللولور الا وقفتي يديك بحال هكا في القصبة على هاد الشكل هذا ما كيعومش مزيان، كيجي راسو خارج وما غاديش تجي العومه هي هذيك. خاصك اما تهبط بحال هكا ولا تجي تهبط بحال هكا، وكتبقى دير ديكود كان ليمن ليسر ليمن ليسر، وفي نفس الوقت راه كتجمع وكدير ليمن ليسر. علاش؟ حيت هو كيدير واحد العومه كيتسمى واكن دو دوغ، بحال كتجي بحال هكا ليمن ليسر ليمن ليسر وكيبقى يرش الماء في الجناب بحال هكا. الا قلبتو في اليوتيوب ولا في بزاف ديال الفيديوهات غادي دير انيماسيون لو واكن دو دوغ، غادي تلقى بزاف ديال الناس كيشرحوا على المباشر كيفاش كتعوم. بالنسبه لكاين واحد الطعم واحد اخر سيرفاس، راه في البواطه كتكون كولون يعني كيهبط تحت الماء. امتى كيهبط تحت الماء؟ الا لونسيتي واحد ما درتي والو راه كيهبط، ولكن اون فوا كتبدا تجمع. هاد لا مارك هادي ساكورا ميستر جو، الناس كيسولوا عليها بزاف، فيها من 18 حتى ل 35 غرام، انا كنفضل 23 كتجيني مزيانه كتخرج قرطاسه كيما كنقولوا. هاد لولور هذا حتى هو بنفس القضيه كتجمع بشويه. هاد الميزه اللي في هاد لولور ديال ميستر جو هو انك تقدر تخلي القصبه غير بحال هكا، مره تقدر توقفها، ماشي بحال الاخر هذا اللي كيتسمى السامي، الشكل ماشي لا مارك، الشكل سامي. ها هي كتبان لكم مكتوبه هنايا، هادو من طعم السيرفاس الاولى كلاسيك هاد لولور الله يعمرها دار. بالنسبه لميستر جو الميزه اللي فيه هو انه ثقيل كيخرج في التحيطه، وكتانيمي لولور ديالك حتى هو مره كدير ديك كود كان فوالا. الا طلقتي راه كيهبط، الا بقيتي كتموليني راه كيطلع، كيجي ما بين الماء والماء كما كنقولوا. وتابعوا الفيديو حتى الاخير، راه درت واحد اللقطات ديال هاد الثلاث انواع اللي شفنا دابا كيفاش كيجيو كيعوموا تحت الماء. ويمكن باقي ما فيريفيتش الصوت، تقدروا تسمعوا حتى الصوت ديال لولور. وبالنسبه حتى للشده ديال لاكان بالنسبه للطعم ثلاثه كما قلت لكم، في الطعم السيرفاس كيفاش كنهبط وكنبقى انيمي لي من اليسار، بالنسبه للولور اللي فيه اللسان كيفاش كنقدر نخلي القصبه فيكس ديالي مره كان انيمي. واللور سوب حتى هو غادي تشوفوا الطريقه ديالو كيفاش كنشدوا القصبه، وتابعوا الفيديو حتى الاخير وشكرا. دونك الخوت كما قلت لكم بالنسبه للطعم الصناعي اللين لور سوبل انا اللي كنتحكم فيه، الا بغيت نهبطو للارض راه غادي نهبطو كما كتلاحظوا، والا بغيت نخليه لتحت غادي يبقى بحال هكا لتحت، بغيت نعاود نطلعو للفوق راه غادي يطلع للفوق. وعاوتاني نقدر نخلي ما بين الماء والماء كما كنقول وسط الماء فوالا كيبقى في نفس النيفو، نقدر نعاود نهبطو في اي لحظه. انا اللي كنتحكم في اللور بلي كود كان ديال القصبه، كتبقى تهز القصبه مره الفوق مره كتخليها تهبط لتحت. قبيله شفنا اللور سوب كيفاش كيعوم تحت الماء، دابا غادي نشوفوا الطريقه كيفاش كنا كنديروا باش اما تعوموا الوسط ولا الفوق ولا وسط الماء يبقى غادي جاي بحال هكا. لا تكنيك بالقصبه دابا اللي غادي نشوفوا، بقاو معانا. غادي نتخيلوا راسنا في البحر،
المهم دابا عندنا لي كونديسيون باش نقدروا نديروا لكم فيديوهات. فوالا حنا شحنا معاك تحط في الماء خاصني نسد البيك اب ديالي ندير واحد دو كود كان باش نهزل للفوق وكندجي بحال هكا. الا هبطتي القسمه لتحت راه غادي يقدر يقيس لك الحجر. الا كان الفوندو ماشي مشكل، ما الا كان البحر ما قليل خاصك تجي بحال هكا وتقدي دي كود كان. الا زيتي بحال هكا راه كيجي ما بين الماء والماء وكيبقى الوسط. دونك فوالا وضروري ما تبقاو ديما ديروا ديك لي كود كان باش تقدر تانيمي اللور ديالك يطلع وكيهبط. بالنسبه للطعم الصناعي الصلب لور دو لور دور كتكون فيه واحد البافيت ما كيفوتش واحد المترو على الماء. هانتوما شوفوا العومه ديالو كي كتبقى، كتبقى ما بين الماء والماء، ما كتهبطش بزاف لتحت وما كتطلعش لفوق بحال لور سيرفاس. وتا هو نقدروا نديروا دي كود كان باش نقدروا انيميو لور شوف كيفاش كيمشي. فوالا ديما كيبقى تحت الماء والبافيت اللي فيه هي اللي كتحكم في العومه ديالو. بالنسبه للطعم الصناعي الصلب او لور دور اللي فيهم البافيت، هذا راه بافيت من انواع اخرى ماشي بوبر. دونك هاد اللور غادي نشوفوا الطريقه ديال العمى ديالو كما شفتوا قبيله كيفاش كتجي تحت الماء. غادي تشوفوا دابا كيفاش كنديروا بالطريقه بالقصر. نطلق اللور ديالي وهذا كتجي بالقصبه نورمال بحال هكا كتجي الوسط. هو البافيت اللي فيه هي اللي كتحكم في العمى ديالو. الا بغيتي تانيمي شويه ضروري تو كتقدر دير ليه دي كود كان بحال هكا كيجي نورمال كيانيمي راسو كما كنقولوا. البافيت اللي فيه هي اللي كتحكم في النيفو ديال الماء واش طالع الفوق ولا هابط. واخا تطلع تصغر الفوق واخا تهبط، الا طلعتها الفوق تقدر تجي شويه الفوق ما لاهبطتي راه ماشي مشكل. دونك دابا بالنسبه للطعم الصناعي سيرفاس الصلب بدون بافيت ما كتكونش فيه داك اللسان القدام، يعني كيبقى فوق الماء. شوفوا العومه ديالو كي كتجي بحال شي حوته كتكون مريضه. والدرعي فاش كيشوفها كيطلع هي اتاكاها في اي لحظه من غير الدرعي كاع لي بواسون شاسور. انتم نقدروا نوقفها في اي لحظه كما نقدر نعاود نديماري بها نعاود نجيبها كما كتلاحظوا. دابا غادي نشوفوا الطريقه ديال لوغ دو سيرفاس كيفاش كنشدوا لاكان. وواحد النصيحه خذوا ديما ديال لوغ دو سيرفاس يكونوا من 20 حتى 30 غرام. علاش؟ حيت كيخرجوا في التحيطه مزيان. شوفوا معايا خرج فوالا هاي تحطات في الماء. سديت البيك اب ديالي في الاول غادي نقد الخيط بحال هكا نوقف القصبه شويه، ولكن اون فوا غادي نبدا الموليني خاصني نهبط القصبه بحال هكا في هذا النيفو تكون هابطه لتحت مثلا بحال هكا. مره مره نعطي دي كود كان باش كتجي كتبقى شوي زيكزاك غدا على اليمين على اليسار دي كود كان. الا زيتي القصبه الفوق العمى ديالو غاتبدلو ما غاتكونش هي هذيك. ديما نبقى في هذا النيفو بحال هكا الوسط والتحت. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون جاوبت على واخا واحد غير واحد شويه من التساؤلات ديالكم. مهم بشويه بشويه راه غادي نبدا ندير دي فيديو ان شاء الله يكون غير شويه ديال الوقت باش نحاول نشرح فيها جميع لي تكنيك ديال الصيد بالقصابه خصوصا في السبينينغ. وما تنساوش ديروا ابوني والجرس باش ديما يوصلكم الجديد. السلام عليكم والله يعاونكم.